مدينة العريش في شمال سيناء شافت سباق الهيجن على مضمار الميدان بمشاركة حوالي 250 متسابق من الهيجن، والمنافسات كانت الحقيقة مليئة بالإثارة والتشويق، واللي شارك فيها هجانة كتير جدا من مختلف القبائل للتنافس على المراكز الأولى فيها. سباق متميز ومختلف، نتعرف على تفاصيل أكتر عن فعاليات سباق الهيجن ونناقش مدى تأثيرها كمان على المدينة والتنظيم. معانا على الهاتف الشيخ سلامة إبراهيم، رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد المصري للهيجن. صباح الخير على حضرتك يا فندم. صباح الخير عليكم وعلى المشاهدين الكرام. سباق مميز جدا في إثارة وتشويق، حابين نعرف تفاصيل أكتر عن فعاليات سباق الهيجن في مضمار مدينة العريش. أولا أشكركم على تغطية هذه الرياضة، رياضة الآباء والأجداد. فالحمد لله اليوم عندنا أكثر من 250 متسابق أمس واليوم. فبصراحة كان سباق تنشيطي ولكن تحول لبطولة. فحضور سيادة اللواء خالد مجاور كان له أثر طيب في نفوس المشاركين، والحمد لله المنافسة كانت جيدة، والحمد لله ان شاء الله في تقدم وازدهار ان شاء الله استعداد البطوله الدوليه الجايه ان شاء الله. شيخ سلامه، قد ايه القبائل اللي شاركت ومين اللي تصدر المسابقات كده وطلع في مراكز اولى؟ والله شوف، هي عباره عن 25 شوط البطوله، كل القبائل كانت مشاركه ومنافسه، من جنوب سيناء، السويس، اسماعيليه، الشرقيه معنا، كل محافظات مصر، من الصعيد، كل القبائل مشاركه، وإن شاء الله في تقدم رياضة الهيجن والازدهار. طب شيخ سلامة، يعني مسابقة مهمة جدا، لكن كمان جانب مهم في هذا السباق هو إنها تروج لمدينة العريش ويبقى فيه جذب لهجانة من مختلف المحافظات وزوار ورواد وعشاق ومحبي سباق الهيجن. كلمنا عن المشاركين والمتفاعلين مع هذا السباق. بلا شك يا أستاذ محمد، أنا ما لاحظته في مدينة العريش، أصحاب المراكز السياحية يهتمون بهذا السباق ويتواصلون معنا استعدادا لهذا المهرجان، وكأنه يعني سياحي بحت، فيشغل كل الفنادق وكل القرى السياحية في مدينة العريش، تقدر تقول أنها يعني 90% منها مشغولة، وهذا لها أثر طيب في نفوس المواطنين العاديين. طب حلو قوي، جميل جدا، يعني كان في عدد من السياح والمستنيين السباق ده بفارغ الصبر، خلينا نقول، لانه بيبقى من السباقات المتميزه جدا، وطبعا الطبيعه الجغرافيه بتفرض نفسها في ان هي تمكن الهجانه من هم يقدروا يتسابقوا، لكن كمان اتفضل يا شيخ سلام. يا سيدي، هو بالنسبه لابناء المحافظات الاخرى يعدون لهذا اليوم كيوم يعني ياخذوه سياحي بدرجه اولى ورياضه درجه ثانيه، لكن اليوم ما نراه هو الاف المشاركين والجمهور المتفرجين، وحاجه طيبه جدا يعني ان شاء الله بعد. طب كلمنا عن التنظيم يا شيخ سلامه، التنظيم ازاي قدر ان هو ينجح في ان السباق يخرج بالشكل الجميل اللي احنا شايفينه ده؟ والله شوف، هي لجنه التنظيم تعمل على قبل المهرجان باسبوع ترقيم وتسنين وتسجيل وتنظيم جيد الحمد لله، واستطعنا من خلال بوابات الانطلاق، هي تمنع الاشواط بالانطلاق العشوائي، الحمد لله عندنا انطلاق من 3 كيلو وعندنا انطلاق من 5 كيلو، وهذا يعني ساعد بنسبه 80% من التنظيم. طيب. الانطلاق الا بالريموت كنترول يعني. طيب. شيخ سلامه، يعني فرصه ان حضرتك معانا على الهواء، في ناس كتير ممكن يكونوا بيتابعوا سباقات الهيجن لكن ما يعرفوش شكل السباق بيبقى عامل ازاي، وحضرتك يعني رئيس لجنه المسابقات بالاتحاد المصري للهيجن، عايزين نعرف تفاصيل عن السباق، بيكون ازاي، المسافه اللي بيقطعها الهجانه، شكل السباق، الفائز بيتحدد ازاي في سباقات الهيجن. استاذ محمد، سباقات الهيجن في الاونه الاخيره اصبحت بشكل كبير يعني. احنا عندنا رئيس اتحاد الله يديه الصحه يعني بنفسه اول باول مشرف على التنظيم، ومعالي الدكتور اشرف صبحي جزاه الله كل خير، هذا الرجل لا يتاخر عن هذه الرياضه بشيء. جميل. فهذه الرياضه
تربطنا بدول الخليج ارتباط جيد، و استاذ محمد يعني الاشتراك شغال الحين ولكن متابع على عبر التواصل الاجتماعي في الخليج اول باول. فهذه الرياضه يعني مهمه، لها دور كبير. طيب هي رياضه مهمه وليها اصول عربيه اكيد، لكن أكيد كمان أكيد التطوير اللي ممكن نعمله فيها والله وازاي نحافظ عليها، لان ممكن هل الاجيال الجديده مقبله على نفس الرياضه وبتتعلمها ولا ايه؟ نعم نعم نعم، الرياضه بتتطور، التدريب الجيد، التدريب يعني كل ما زاد التدريب الجمل بمعنى اصح كل ما زاد في السرعه، والسرعه هي اهم ما في هذه الرياضه، سرعه المطيه انها تقطع 3 كيلو في 4 دقائق ونص او ال 2 كيلو في 3 دقائق، هذا يعني تكون مطيه انها مؤهله تشارك في الخليج. وتدريب الهجان نفسه ان هو يقدر ان هو يطوع الجمل، يعني الجمل ده معروف ان هو صبور جدا، حركته يعني بيخزن كده في الذاكره شكل التعامل معاه، لكن كمان مهارات اللي هو يدرب جمل ويقدر ان هو يمشي بيه المسافات طويله والسرعه دي مش حاجه سهله. لا طبعا لا مش حاجه سهله، والمضمر ده معروف وعنده مضمرين الصغار يمشوا على حسب تعليمات المضمر الكبير. ف يعني الجمل يعرف صاحبه بعد صحيح. لو غاب عنه 2 ولا 3 سنين وجاله المضمر بتاعه يعرف ان هذا يفضل مرتبط بيه، وزي ما حضرتك بتقول يعني تحدي كبير جدا انه في 3 دقائق 2 كيلو متر، فالموضوع بيبقى كبير جدا وصعب يعني. طبعا طبعا طبعا. طب بالنسبه للشباب هل في اقبال على ممارسه هذه الرياضه ومتابعتها وكمان الترويج ليها؟ لانه زي ما حضرتك قلت على مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات المهتمه بسباقات الهجن بيبقى ليها انتشار واسع مش بس في مصر، احنا بنتكلم على منطقه الخليج العربي واقليميا. احنا كل مهرجان نحس ان فيه مشاركين جدد، يعني احنا عندنا داتا بالاسماء المشاركين فيضاف اليها اسماء جدد من مدن القنال وحتى القاهرة وحتى الغردقة حتى الصعيد حتى الوادي الجديد كل محافظات مصر. يعني أنا ألاحظ أن في أسوان وتحديدا قرية إسنة عندنا مشاركين كثير. جميل. والوادي الجديد وسوهاج وكل محافظات الصعيد، هذه يعني آخر مهرجان كان في أكثر من 150 مشارك من محافظات الصعيد. 150 مشارك في وقت يعني وقت سريع جدا. كل التوفيق إن شاء الله لحضراتكم جميعا وكل القائمين على سباق الهجن بالعريش. بنشكرك شيخ سلامة إبراهيم رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد المصري للهجن، وصباح الخير على حضرتك.